ما رحت انا ومحمد رابي بعربية اخوه الكبير السيد رضا الله يرحمه، فكان القناة كده احنا هنا والناحية التانية الضفة الاخرى اليهود كانوا محتلين سيناء، حتى واحد منهم عمل له حركة بذيئة فردتها له. بس وانا راجع قلت لمحمد هنعبر وهنطردهم، قال لي ليه؟ قلت له هما المصريين كده، واللي حصل ان احنا عبرنا. مجموعة كبيرة يا فندم في الفيلم من ساعتها كانوش أبطال، زي النجم الراحل أحمد زكي، زي محمد صبحي، ولكن أعتقد كان في علاقة وطيدة بينك وبين أحمد زكي، وكنت شايفه إنه هيبقى نجم فعلا. هو كان لسه اول حاجه يمثلها. هو فنان الله يرحمه، فنان كبير طبعا. ده انا عرفت من الكواليس كده كان بيجي يبات عندك اثناء تصوير الفيلم. احيانا كان يجي يبات عندي لما كان ما يكونش معاه اجره الليله اللي هيباتها عند الوليه الاجنبيه اللي كان قاعد عندها، فكان يجي يبات عندي الله يرحمه. الله يرحمه. طيب ليه حضرتك ما كملتش في نجاحاتك بعد فيلم زي ابناء الصمت انك تكمل في السينما اكتر، وكملت اكتر في الروايه اللي هنروح طبعا لروايات كتير مع حضرتك دلوقتي، ليه ما حبيتش انك تكمل في السينما اكتر؟ انت حضرتك ليك تقريبا 3 4 اعمال. صانع النجوم، اظن تمام. ابناء الصمت وصانع النجوم، حكاية من بلدنا اظن.